والله سعيدة جدا بهذا التكريم، وخاصة ان يجي من نقابة اطباء مصر اللي هي ليها تاريخ طويل جدا وليها دور مشرف الحقيقة في حاجات كتير. قد ايه كنت سعيدة ان هم يهتموا بالصعيد، ويمكن كان شرفت بالعمل معاهم الحقيقة. كان في مبادرة مصر العطاء في سوهاج مع نقابة اطباء سوهاج، وشرفت بالعمل معهم ايضا في مؤتمر اتحادات نقابات اطباء مصر برضو اللي انعقد في سوهاج. ان شاء الله بالاطباء بالشرفاء منهم ان شاء الله مصر تبقى احسن. طب ايه رأي حضرتك في علاقة الإعلام بالأطباء؟ والله أنا شايفة إن الإعلام الحقيقة يحتاج إلى تركيز الضوء على الجوانب الإيجابية في الطب، لأنه أحياناً بنظلم الأطباء في بعض الأحيان. أحياناً وسائل الإعلام بتركز بشكل كبير على السلبيات وعلى الجانب اللي هو قد يكون بينشئ العلاقة سلبية بين المواطن وبين الطبيب. الحقيقة الأطباء بيبذلوا جهد كبير جدا، لكن المنظومة تحتاج الكثير. نتمنى إن شاء الله الإصلاح في المرحلة القادمة، والإصلاح لا يأتي فقط من الطبيب، ولكن النظام العام والسيستم بالإضافة إلى دور الطبيب الإيجابي. إن شاء الله نرتقي بالمهنة الطبية ونرتقي بالمنظومة الصحية في مصر، لأنها تحتاج كثيرا إلى دعم اقتصادي، تحتاج إلى جوانب كثيرة جدا. أتمنى إن شاء الله تكون أفضل، وخصوصا الصعيد. أتمنى الاهتمام بالصعيد برضو في المرحلة القادمة في المنظومة الصحية.